حلم كل شاب، كل واحد فينا بيحلم يجيب بلايستيشن 4. بس قبل ما تشتري جهاز بلايستيشن 4، هل تعرف اصدارات الجهاز؟ طب هل تعرف مميزات وعيوب الجهاز؟ قبل ما نكمل الفيديو شباب، اكوا لايك سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده معانا حلقه عن بلايستيشن 4. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم عاملين؟ يا رب خير دايما. معاكم اسلام فايد في سلسله جديده. مش هنقول حلقه جديده، مش هنقول فيديو جديد، هنقول سلسله جديده. النهارده معانا سلسله جديده عن جهاز بلايستيشن 4. حلم كل شاب ان هو يشتري جهاز بلايستيشن 4، بس ما يعرفش مميزات وعيوب الاجهزه، يعني بيتلخبط ما بين الفات، ما بين السلم، ما بين الفات فيرجن 1 وفيرجن 2، ومش عارف مميزات كل جهاز وعيوب كل جهاز. طب ايه اللي خلى شركه سوني تنزل اصدار تاني للفات مع ان كان في لسه اصدار اولاني، وبعد كده ليه تنزل السلم ادام الاصدار التاني محقق نجاح كويس ومبيعات كويسه، وناس كتير ما تعرفش ان جهاز البلايستيشن 4 اكتر جهاز نزل منه اصدارات. لحد دلوقتي نزل منه 4 اصدارات، وانتهت السلسله بتاعه البلايستيشن 4 على هذا الحال من البدايه بجهاز البلايستيشن 4 فات لحد البلايستيشن 4 برو. اول حاجه هنتكلم عليها المفروض ان هي كانت تبقى التصميم بتاع الجهاز، بس عشان التصميم مختلف هنبدا بالمواصفات الداخليه بتاعه ال4 اجهزه، وبعد كده هنبدا نتكلم على التصميم الخارجي. البروسيسور في الفات والسلم 1.6، انما في البرو 2.1. بالنسبه لكارت الشاشه، ده الفرق الشاسع ما بين الجهازين، اللي هو في الفات 1.8، في البرو 4.2. استهلاك الكهرباء، استهلاك الكهرباء في البرو اعلى من ال3 اصدارات الاولانيين. افضل جهاز لتوفير الكهرباء فيهم هو السلم. الفات بيستهلك 250 واط، السلم بيستهلك 165 واط، البرو بيستهلك 310 واط، وده بناء ان كارت الشاشه والبروسيسور فيه عاليين، فلازم الاستهلاك بتاعه يبقى اكتر. طبيعي جدا ان اي حاجه امكانياتها اعلى بتستهلك كهرباء اكتر، يعني لو انت عندك كارت شاشه في الكمبيوتر بتاعك عالي، لازم يستهلك كهرباء اكتر من كارت شاشه قليل. نيجي بقى لنقطه ثانيه في المواصفات الداخليه، وهي الهارد ديسك او مساحه التخزين. مساحه التخزين في الفات نزلت 500 جيجا، بعد كده نزلت في اصدارات ليميتد اديشن نزلت لحد 1 تيرا، وبعد كده نزل الفات فيرجن 2 كان اصدارات التيرا فيه اكتر من اصدارات ال 500 جيجا. ده كان بناء ان هم بداوا يوسعوا شويه النطاق بتاع المساحه علشان الالعاب بقت مساحتها كبيره. بعد كده لما نزل السلم نزل بمساحه 500 جيجا، بس في برضه اصدارات كتير نزلت بمساحه 1 تيرا. الموضوع ما كانش مخصص على الاصدارات المميزه فقط. بعد كده نزل البرو نزل ما فيهوش 500 جيجا، نزل بمساحه 1 تيرا لحد 2 تيرا، لا اما اصدارات 1 تيرا لا اما اصدارات ثانيه 2 تيرا. وده بيوضح لنا ليه اول ما نزل البلاي ستيشن 5 نزل بمساحه 1 تيرا. دلوقتي اللعبه بقت بتعدي مساحه ال 100 جيجا، يعني دلوقتي بنشوف العاب 120 جيجا و 140 جيجا، وقريب هنشوف العاب 200 و 250 جيجا، فبالتالي ال 500 جيجا او ال 1 تيرا قريب مش هيبقى لهم قيمه، يعني قريب لما يبقى عندك هارد تيرا او هارد 500 جيجا هيبقى قليل، لان الالعاب مساحتها بتكبر، فبالتالي لازم مساحه الهارد ديسك تكبر. نيجي بقى للتصميم بتاع ال4 اجهزه. هنيجي لاول اصدار وهو الفات فيرجن 1، هنلاقي كلمه بي اس 4 محفوره في قلب الجهاز على اليمين فوق، بعد كده هنلاقي 2 مدخل اليو اس بي بتوعنا، وبعد كده هنلاقي زرار الباور وزرار السي دي روم. الزرارين دول تاتش علشان تخرج السي دي، عباره عن تاتش تلمسه السي دي يخرج، وزرار باور تلمسه الجهاز يشتغل. وهنلاقي ما بينهم المدخل بتاع السي دي روم، عباره عن مدخل فتحه كده صغيره تحط الاسطوانه تتسحب لوحدها تخش جوه الجهاز وتشتغل. هنيجي للظهر هنلاقي مدخل الباور اللي احنا متعودين عليه من ايام بلاي ستيشن 3. الناس اللي عندها بلاي ستيشن 3 او اللي عارفه جهاز البلاي ستيشن 3 عارفه مدخل الباور بتاع الجهاز. بعد كده هنلاقي مدخل الاتش دي ام اي، بعد كده هنلاقي مدخل اللان، وبعد كده مدخل الكاميرا. نيجي بقى لمميزات وعيوب الفات الاصدار الاولاني. اول عيب هتقابله في الجهاز وهو
صوت المروحة. صوت المروحة فعلا عالي نسبيا. بعد فترة من استخدامك للجهاز هيبدأ الصوت يعلى. لازم تتأكد ان انت مشغل تكييف او في مروحة قريبة من الجهاز عشان خاطر الصوت بتاعه يفضل طبيعي شوية. العيب التاني، اكتر حاجة شدت انتباهك في الجهاز هي العيب، وهو زرار الباور تاتش وزرار السدروم. للأسف دول اكتر عيب في الجهاز انا شايفه، لان مع الوقت بيبدأ زرار السدروم مع السخونية يبدأ السي دي يطلع لوحده. يعني انت لو حاطط سي دي جوه تلاقي السي دي طلع لوحده، مفيش عفريت في البيت، لا الزرار هو اللي في مشكلة، ما تقلقش. تاني حاجة، زرار الباور مع الوقت لما بيبوظ الصيانة بتاعته شبه مستحيلة، صعبة جدا، فلازم يكون حد فني كويس ومتخصص ان هو يعرف يصلحه لك. ممكن يعرف يصلحه، ممكن ما يعرفش. تالت عيب، وهي الحتة اللي بتلمع او القطعة اللي بتلمع من فوق. هتلاقي في قطعة بتلمع بتديله شكل جميل جدا، لو انت شاري جهاز جديد بتبقى الحتة دي شكلها تحفة الصراحة، بتبقى جميلة جدا، بس مع الوقت اول ما يجي عليها شوية تراب او اول ما تتوسخ بيبدأ شكلها يبقى سيء للغاية. عشان كده لغوا العيب ده في الاصدار التاني. قبل ما نخش في الاصدار التاني هنتكلم عن المميزات بتاعة الجهاز. اول حاجة السعر، هتلاقي ان الجهاز ده ارخص اصدار في البلايستيشن كله، يعني ناس كتير ما بتحبش الاصدار ده، فبالتالي هتلاقي ان الجهاز ده سعره اقل جهاز، بيبدا من 3000 جنيه بيوصل معاك لحد 4000 جنيه على حسب الاكسسوارات وعدد الدراعات اللي معاك، والسعر ده سعر المستعمل، لان الجهاز ده صعب تلاقي منه جديد. في منه جديد مركون في المخازن عند بعض الناس، بس هيتحكم في سعره، سعره مش هيبقى سعر رسمي او سعر معروف في السوق لان مش موجود عند حد، فبالتالي انصحك لو هتشتري فات اشتريه مستعمل. نيجي بقى للاصدار الثاني من الفات، وفعلا كل العيوب اللي كانت موجوده في الفات الاصدار الاولاني عالجوها في الاصدار الثاني. نيجي اول حاجه هنتكلم عليه وهو التصميم. التصميم مش هتلاقي اي فرق في التصميم ما بين الجهاز الاولاني والجهاز الثاني غير في زرار الباور، زرار السيدروم، والحتة اللي بتلمع اللي كانت فوق، ودول كانوا العيبين اللي موجودين معانا في الاصدار الاولاني، هم عالجوهم في الاصدار ده وشالوهم نهائيا. الزراير بقت زي ما انتم شايفين عادية مش تاتش، هناك كانت تاتش وكانت بتعمل مشاكل، هنا عالجوها وخلوها زراير بالضغط تضغط عليها تشتغل. القطعة اللي معانا فوق هنا اللي كانت بتلمع هناك اللي كانت بتتخربش مع الوقت، بدأوا ان هم يحطوا مكانها قطعة تانية نفس لون الجهاز مط علشان تكمل الشكل الجمالي برضو بتاع الجهاز. وفعلا النسخة دي نسخة كانت جميلة جدا من البلايستيشن 4. ونيجي للظهر، الظهر مفيش اي مداخل او اي حاجة فرق ما بين الجهاز الاولاني والاصدار التاني، هما الاتنين اسطمبة واحدة. نيجي بقى للفات الفريجن 2، مميزات وعيوب. المميزات احنا لسه قايلينها، لغوا كل العيوب اللي كانت موجودة في الاصدار الاولاني، وكمان عيب تاني اللي كان موجود في الاصدار الاولاني وهو صوت المروحة. فعليا صوت المروحة هنا اختلف عن الاصدار الاولاني. الاصدار الاولاني صوت المروحة كان عالي، مجرد ما شغل الجهاز ساعة او ساعتين يبدأ الصوت يعلى بنسبة مسموعة، لازم يبقى في مكان فيه تكييف او في مكان البرودة فيه كويسة عشان خاطر الصوت يبقى قليل شوية. انما هنا لغوا صوت المروحة، هنا صوت المروحة بقى طبيعي، يعني صوت المروحة بقى تسمعه لما المكان يبقى حر زيادة او الجهاز يشتغل فترة طويلة. فبالتالي الجهاز ده ما نقدرش نقول ان فيه عيوب، لان فعليا كل العيوب اللي كانت موجودة هناك عالجوها في الجهاز ده. نيجي بقى لمعشوق الشباب ومعشوق محلات البلايستيشن ومعشوق الكافيهات، وانا بحبه فعليا الجهاز ده، وهو بلايستيشن 4 سليم. الجهاز ده عمل طفرة وناس كتير قوي اتعلقت بيه وناس كتير بتحبه، ولو قدامهم الجهاز ده قدامهم الفات والفات ارخص 500 جنيه اشتروا السليم. طب يا ترى الناس دي بتعمل كده ليه؟ هشرح لكم دلوقتي التفاصيل بعد ما نشوف التصميم بتاع الجهاز. هنلاقي ان الجهاز تصميمه جميل جدا، تصميمه شيك وحجمه صغير ووزنه خفيف، دي نقطة. النقطة التانية، تصميم الجهاز هنلاقي فيه مدخل اليو اس بي، وبعد كده مدخل اليو اس بي بعديه بشوية، وبعد كده هنلاقي فيه فتحة بتاعت السدروم الجميلة بتاعت سوني اللي احنا بنحبها، وهنلاقي في الآخر خالص كده زرار الباور عبارة عن زرار بتدوس عليه عشان يشتغل، وجنبيه زرار السي دي برضو زرار صغير عنه كده شوية. بعد كده هنيجي للظهر، هنلاقي الظهر ما فيهوش اي حاجه مميزه زياده، هنلاقي مدخل الباور وبعد كده مدخل الكاميرا ومدخل ال HDMI وبعد كده مدخل اللان او المدخل بتاع النت بتاع الجهاز. ما فيش فرق ما بينها وما بين الفات في اي حاجه تقريبا، هي هي المداخل الموجوده هنا، هي هي المداخل اللي موجوده هنا. طيب ليه بقى الناس بتحب الجهاز ده عن الفات؟ هقول لكم ليه. اول حاجه، الجهاز ده صوته واطي، والناس بتحب الاجهزه اللي صوتها واطي، ده بيدل ان الجهاز ما بيسخنش، بس المعلومه دي
غلط يا شباب. فكرة ان الفات بيسخن ده طبيعي ان الجهاز يسخن، وطبيعي ان المروحة تشتغل والجهاز ده بيسخن. الفرق ان هنا صوت المروحة اوطى، هم عملوا خاصية جديدة او تكنولوجيا جديدة في المروحة هنا صوتها اوطى، انما الجهاز برضو بيسخن ومع الوقت ممكن صوت المروحة يعلى. الجهاز ده مطلوب في محلات البلايستيشن ليه بقى؟ عشان بيوفر في الكهرباء. الجهاز ده اكتر جهاز فيهم قلنا بيوفر في الكهرباء، فبالتالي هم بيشغلوا الجهاز فترة طويلة فعايزين يوفروا في الكهرباء اكتر علشان الموضوع يبقى مربح معاهم اكتر. نيجي بقى الاب الروحي لاجهزة البلايستيشن، بلايستيشن 4 برو. الجهاز ده اكتر جهاز مظلوم عندنا في مصر، انا معرفش بره بس انا هقول لك ان في مصر الجهاز ده فعليا اكتر جهاز اتظلم. الجهاز ده ناس كتير مش عارفه قيمته وبالتالي بتبيعه بسعر رخيص، فبالتالي ملوش شعبيه كتير. نيجي لتصميم الجهاز وبعد كده نكمل بقيه التفاصيل. هنلاقي في تصميم الجهاز، هنلاقي الجهاز هنا منقسم لثلاث قطع. في البلايستيشن 4 سليم هنلاقي ان فيه قطعتين بس، وفي الفات هنلاقي ان فيه قطعتين. هنا تحس ان فيه اكن جهازين فوق بعض. الجهاز حجمه كبير نسبيا عن الاجهزه الثانيه، وده مديله شكل جميل جدا وفعلا شكله شيك. هنلاقي مدخلين اليو اس بي، وبعد كده هنلاقي زرار السي دي روم اللي بيدخل ويخرج السي دي روم، وبعد كده هنمشي شويه هنلاقي زرار الباور الناحيه الثانيه شكله شيك شكله جميل برضو، وفيهم هنلاقي مدخل السي دي او مدخل الاسطوانات بتاع الجهاز. هنيجي لظهر الجهاز. ظهر الجهاز مش هنلاقي فيه اي فرق ما بينه وما بين الاجهزة التانية، باستثناء حاجة واحدة هي مش موجودة هنا بس في بعض الاجهزة اللي بتنزل برة في امريكا او اوروبا، بتنزل مدخل الباور ده بيبقى عبارة عن مدخل شبه المدخل بتاع البلايستيشن 3 الفات، عبارة عن مدخل كبير مدخل باور. ده الفرق الوحيد اللي ممكن نلاحظه لو لقيناه في اي جهاز في الاجهزة بتاعت البرو اللي احنا هنشتريها، غير كده مفيش اي فرق في المداخل من ورا. نيجي بقى للنقطة المهمة، وهو الجهاز ده ليه مش واخد حقه. الجهاز ده مش واخد حقه عشان سعره. الجهاز ده اغلى من البلايستيشن 4 فات واغلى من البلايستيشن 4 سليم. يعني الفات انت بتتكلم من $250 ل$300، السليم بتتكلم من نفس الرينج تقريبا، من المفترض من 250 مثلا ل$280. بالنسبة للبرو انت بتتكلم من $350 ل$400، فبالتالي الفرق كبير جدا، الفرق تقريبا داخل كده على الضعف. بس مش معنى كده ان السعر ده على الفاضي، بالعكس الخامات اللي انت بتاخدها في الجهاز ده، المواصفات اللي انت بتاخدها في الجهاز ده، الفوركي اللي انت بتاخدها في الجهاز ده افضل من الفات وافضل من السلام. لو عندك شاشه بتدعم 4K وبتدعم HDR لازم تجيب البرو، هيفرق معاك فعلا في جوده الصوره وفي الجرافيك بتاع الالعاب. لو ما عندكش شاشه 4K اقول لك مش هتحس باي فرق. الاربع اجهزه هيدوك نفس الكفاءه تقريبا. هنا كارت الشاشه اعلى، البروسيسور اعلى، وده مخلي الجهاز اسرع واسلس وبيديك جوده افضل، بس مش هتحس بفرق الا لو عندك 4K. دلوقتي احنا شفنا الاربع اجهزه، مواصفات، عيوب، تصميم، كل حاجه. نيجي في الاخر، الفات افضل ولا السلام افضل ولا البرو افضل؟ اكيد بعد كل اللي احنا شرحنا ده البرو افضل جهاز في الاجهزة دي كلها تستخدمه، بس لو عندك شاشة بتدعم 4K. ما عندكش شاشة بتدعم 4K يبقى ملوش لازمة معاك، مش هتحس باي فرق ما بينه وما بين الفات. طب انا لو هشتري، اشتري فات ولا اشتري سليم، ولا اشتري فات اصدار 1 ولا اشتري فات اصدار 2، اشتري ايه بالظبط؟ انصحك بيه، انصحك لو قدامك سليم وقدامك فات الاصدار الاولاني اختار السليم طبعا بدون ما تفكر، انما لو قدامك فات الاصدار الثاني وقدامك سليم انصحك تشتري الفات الاصدار الثاني. ليه؟ لان الفات الاصدار الثاني عالجوا فيه كل المشاكل اللي كانت موجوده في الاصدار الاولاني، غير كمان ان نفس المواصفات ونفس الخامات المصنع منها الجهاز هي هي بتاعت الاصدار الاولاني، فكانت الخامات بتاعت الاصدار الاولاني افضل من السلم. فانت كده جمعت ما بين الموازنه، خامات مع مميزات طلعوا لك في الاخر فات الاصدار الثاني. الناس اللي بتلعب في ار، الناس اللي بتلعب في ار ارجح لها البرو، لان البرو افضل جهاز بيعمل معالجه على الفي ار. لو هتلعب في ار ما قدامكش حل غير البرو. ليه؟ لان الجوده اللي بيطلعها لك في الفي ار انا جربتها فعلا الجوده مختلفه، جوده ما بين السلم وما بين الفات وما بين البرو، لا البرو فعلا يكسب في النقطه بتاعت الفي ار. فانت لو من عشاق العاب الفي ار انصحك جدا بالبرو. وناس كتير بتحب الدراعات بتاعت البرو عن دراعات الفات العادي، بس انا بقول لك فعلا دراع الفات العادي افضل من دراع البرو. ليه؟ لان البورده بتاعت الدراع الفات افضل من البورده بتاعت الدراع البرو. لو من الناس اللي بتمشي ورا الموضه انا هجيب دراع برو، ودراع البرو فعلا اغلى بيبيعوا اغلى، فانا بقول لك لا، دراع الفات ما بيفرقش حاجه، هو هو ده هو هو ده. الفرق ان البرو فيه شريطه بس بتنور من قدام، والزراير بتاعته هتلاقي لونها رمادي مش اسود. ناس كتير مش عارفه المعلومات دي، هتلاقي اللون بتاع الزراير الاسهم والزراير لونه رمادي كده مش اسود،
انما الفات اللون بتاعه بيبقى لونه اسود. غير كده مفيش اي فرق. هتقول لي بقى البطاريه، هتقول لي ده دراع برو، مفيش الكلام ده. هو الدراع مفيش فرق ما بين ده وما بين ده. بالعكس انا بحب دراع الفات لان البورده بتاعته الحمايه اللي فيها اكتر من الحمايه بتاعه البرو. فما تنسقش ورا الناس اللي بتقول دراع البرو افضل واحسن وبيبيعوه على اساس انه اغلى. مفيش اي فرق يا جماعه ما بين الفات في الدراع وما بين البرو في الدراع. المعلومه دي خطا جدا، وناس كتير قوي بتحب دراع البرو هو شكله اشك عشان الشريطه اللي بتنور من قدام دي بس. ودي كانت اول حلقه شباب في سلسله البلاي ستيشن. نعم ماشي يا حبيبي، شاطر يا بابا. ودي كانت اول حلقه شباب في سلسله البلاي ستيشن 4. الناس اللي متابعه معايا حضروا معايا سلسله البلاي ستيشن 3 اللي احنا لسه مكملين فيها لحد دلوقتي، سلسله الاكس بوكس اللي احنا لسه مكملين فيها مقصرين فيها شويه، بس في فيديوهات انا مجهزها وان شاء الله هتنزل قريب خاصه بالجهاز وخاصه بالتعديله، وخاصه ان في ناس كانت طالبه ازاي تشتري جهاز اكس بوكس 360 مستعمل. وقريب ان شاء الله هنخش في سلسله جديده بعد بس ما نخش في السلسله بتاعه البلاي ستيشن 4 شويه مع بعض. فلو انت لحد دلوقتي مش عامل لايك، لو مش عامل سبسكرايب، مش مفعل الجرس للقناة، انت خسران، علشان في فيديوهات كتير هتنزل انت هتستفاد منها، وفيديوهات كتير جدا هتتعلم منها ازاي تعدل جهازك وازاي تشتري اجهزة بلايستيشن وايه الافضل ما بين اجهزة البلايستيشن وايه الافضل ما بين اجهزة الاكس بوكس. فتأكد ان انت ما تخرجش من الفيديو غير وانت عامل لايك، عامل سبسكرايب، ومفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. كان معاكم اسلام فايد، اشوفك الفيديو الجاي. سلام عليكم.